الدوره الخامسه ديال هذا الدوري اميكال اللي تيجمعنا حنا الصحفيين ديال مختلف الاجهزه ومختلف الجمعيات، متنظم من طرف الاخوان ديال الرابطه، وانا جد سعيد ومسرور باش نشارك انا باسم الجمعيه المغربيه للصحافه الرياضيه. الاي بي اس هي حاضره هنا والاي بي اس هي حاضره هنا، توكا هذه فرصه باش نتلاقاو حنا الاخوان والاخوات اللي تنشوفوا بعض المرات في تظاهرات رياضيه كبيره ولا صغيره، ولكن ما تيكونش عندنا ذاك الوقت الكافي باش نجلسوا باش نتحاوروا باش نهضروا باش نبدلوا الاراء. والحمد لله معك هاد ليديسيون هذه الخامسه، تنتمنى هذه المساله هذه طول، حيت الا بغينا نقولوا هذا راه هي فرصة وقيلة الوحيدة اللي تنقدروا نتلاقاو فيها كلنا حنا اصدقاء ديال الصحافة الرياضية، وبكل اعتزاز نشوفوا الصحفيين الرياضيين والصحفيات الرياضية تيمارسوا هذه الرياضة باردون ديال الجولف، وان شاء الله نتسناو لا سيزيام ايديسيون ان شاء الله. التظاهره ديال اليوم كتدخل في اطار التظاهرات اللي كتنظمها اللي كينظمها الفرع ديال اكادير ديال الرابطه الوطنيه المغربيه للصحفيين الرياضيين. وطبعا هاد التظاهره اللي كتعرف كل سنه، السنه الخامسه هذه باش كنظموا هاد التظاهره، كتعرف مشاركه ديال الصحفيين اللي جاوا من التربيضة ومن الرباط، صحفيين ديال مختلف المنابر الإعلامية سواء منها المكتوبة أو المرئية أو المسموعة، اللي بطبيعة الحال بمساهمة أو بشراكة مع مجموعة ديال الفعاليات الاقتصادية والمؤسساتية بالإقليم وبالجهة، استطعنا دائما باش ننظموا هذه التظاهرة اللي كتعرف نجاح كبير، على اساس انه بطبيعه الحال كتخلق واحد النوع ديال الانسجام، واحد النوع ديال التعاون، واحد النوع ديال يعني التقارب بين جميع الفعاليات الاعلاميه على مستوى الجهوي.